السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنوريكم كيف تديروا هذه مش عارفة يعني الزينة أو أي شيء سموه اللي تبغوا تسموه. المهم هنوريكم كيف إن شاء الله هتديروه، كيف هتستعملوه. طبعا تقدر تديري منه 2 وتحطيها في الإيد التانية في الأفراح ومناسبات، تقدري تلبسيها وتمشي بيها. أيضا تقدري تستعمليها كخلخال في الرجل، بس لازم تنقصي بس المقاس حق يعني مقاس الإصبع من الجنب. ف طبعا هذا الفيديو راح يكون يعني مش طويل واجد، يعني هيكون قصير، هيكون بس تركيب لفيديوين سابقات اللي هما فيديوهات الورود وفيديو الحديدة اللي أنا شرحت لكم كيف تديروا الحديدة، هذا كان مثال عليها. ف هتلقوا الروابط حق الفيديوهات في الديسكريبشن تحت، فانزلي شوفي الفيديو، ديري 3 ورود، ديري بس واحدة او 2 منهم، اذا تبي ديري بس في اليدين ديري 6 ورود وهكذا. طبعا كافكار لاستعمال الحديدة تقدري تستعمليها تطوليها وديريها كعقد للرقبة. أيضا تقدر تستعمليها كمساكة للشعر، بس تختاري يعني خيط أكبر. أنا في واحدة دخلت لي على الانستغرام تقول لي إن هي تستعمل في نفس هذا الباترون بس لربطة شعر، فشفتها يعني صورة ما شاء الله حلوة. فكفكرة يعني تقدروا أيضا تستعملوها لربطة شعر أو أي شيء، ممكن إذا تستعملوه كخلخال أو يعني اللي أنتم تحبوه. ثاني شيء تقدري تديري الورود، تقدري تعلقيهم على الملابس، تقدري تديري كخاتم بس وتديري وردة واحدة، تقدري تديري حديدة مثلا بهذا الشكل وتعلقي فيها وردة واحدة بس بهذا الشكل. تقدري أيضا تديري مثلا ربطة عنق بنفس هذا الطريقة، يعني يكون كذا شكلها. يعني في عرم أشياء ممكن تستعمليها بس يعني من أشياء بسيطة كوردة وسلسلة أو حديدة. المهم زي ما انتم شايفين هذا كله هنحتاجه بزيادة مقص إبرة، وممكن يعني نحتاج هيك السنارة بس لتنظيف أو لتدخيل إبرة أو أي شيء. فأنا هنا هذه 3 ورود اللي أنا هستعملها. أول شيء هنركب الورود مع بعض، فأنا إيش هناخد هذا الخيط هندخله في النص زي ما انتم شايفين هنا الخيط طالع من الوسط بين الورقتين او الوردتين، فانا هندخله ونطلعه هنا هذا الشكل، وفي اللي بعدها ناخده من الرابعة يعني تقدري انت ايضا تستعمليه تستعمليه بالإبرة أو أي شيء يعني، بس الأسهل بالنسبة لك. وهناخد الوردة الثانية بهذا الشكل، ندخل الإبرة هنا، ندخلها في اللي بعدها ونلف زي ما أنتم شايفين. أنا طبعا داخلة من هنا من فتحة الإبرة، أدخل في أول واحدة من الوردة الثانية في النص ونلف ونطلعها من هنا ونطلعها من اللي بعدها. تقدر تديريها في غرزة حشو بهذا الشكل. اوكي يعني بالمختصر يعني ما فيش داعي يعني انا نوريها لكم في فيديو، انت بس كل اللي هتدري انك انت تاخدي وتعلقيهم في مع بعض زي ما انتم شايفين، تربطي الخيط تربطي الخيط وبعدين تنظفيه. يعني انا هنا انتهيت من هذه اول واحدة، هنمشي ناخد اللي بعدها ايضا زي ما اتفقنا، هناخد الخيط لان هنا الخيط قاعد في النص وهنخليه يجي للمنتصف. زي ما قلت لكم تقدري تستعمليها بالإبرة، مش شرط يعني السنارة. تاخدي الوردة الثانية تدخليها في النص
في مطمئن، تقدري تستعمليها غرزة حشو أو أي شيء زي ما أنت زي ما أنت شايفة، ويعني زي ما أنت تحبي. بس خلاص أنا هنا انتهيت منها، بعدين هننظف. أوه نسيت شيء تاني، اللي انت هتحتاجي أيضا الخيط اللي انت هتستعمليه. فأنا هنا طبعا انتهيت من الورود، بعدين هننظفهم. بس علشان ايش، احاول ان انا ندير الفيديو بأسرع وقت، عندي الساعة 11 في الليل ونبي نرقد. المهم هتدخلي في هذه اللي في النص مثلا من هنا، اوكي، هتمشي ديري غرزة حشو زي ما انتم شايفين، اوكي، غرزة حشو. بعدين ديري سلاسل على طول ايدك، مثلا انا هنا هندير 20 2 3 4، اوكي هذا 20، يعني في النهاية هيكون بهذا الشكل. هنشوف اذا هيكون مناسب لحجم اصبعي او لا، بعدين نزيد زي ما انا نبي. زي ما انتم شايفين يعني هيكون ضيق، فممكن نزيد 10 زيادة. يعني بالمختصر ما فيش باترن محدد، كل شي صح. اوكي كمان فوكس، نزيد 10 و1، اوكي انا هنا انتهيت هذه 10. هنمشي لنفس الفتحة وندير ايش، ندير غرزة حشو. اوكي نقص الخيط، ونربطه علشان بعدين ايش، بعدين هننظف. اوكي كده نكون انتهينا من تركيب الورود. شوف يعني بحاجة بسيطة كده سريع، فيسع فيسع، هتاخدي ال ال الحديدة أو الأسورة. هندير بس غرزة بداية، هنمشي هنا طبعا النص. طبعا هذه 10 10 وحدات، فممكن هندير 1 2 3 4 5، ممكن هنستعملها في نص الخمسة. طبعا إذا أنت استعملتي مثلا درتي 11 سلسلة أو 11 دائرة من هذه هيكون مناسبة، يعني بالضبط تدخليها في 11 وتديريها. فأنا هنا هنستعملها زي ما أنتم شايفين هنا في الوسط، هناخد الورود. طبعا انتبهي ما تاخديش الجهة اللي فيها الإصبع، دخلي الجهة الثانية، دخليها مثلا علشان انا هنا مستعملة النص، فهندخلها ايضا في. اوكي لازم نعد الاول، 1 1 2 3 1 2 3، اوكي فهنا هندخلها في الرابعة. كمان وين الخيط؟ هنقطع الخيط، وهذا الشكل انتهينا. كل اللي تحتاجيه انك انت بس ايش، تنظفي. هذا الشكل بعد ما ركبنا الورود وركبنا الاسورة. طبعا كل اللي هتحتاجيه توا انك انت تستخدمي الابرة وايش
وتنظف العمل. أكيد مش محتاجين أنا أوريكم كيف تنظف العمل. هكذا هندخل الإبرة. تقدري أيضا تربطي الربطتين بالإبرة بهكذا بهذا الشكل. أوكي، إذا أنت بس مش حابة أو تقدري تذكني عليها إذا إيش مش متأكدة إنك أنت ربطتيهم كويس. زي ما أنتم شايفين أنا هنا بس دخلت الإبرة من هنا وطلعتها من الجهة الثانية. أوكي، شيء بسيط جدا ومش هتحتاجي شيء في نفس الوقت. هتكملي أسرع. تخفي الخيط مع الورود أو الأوراق. اوكي، ونقطع الخيط. انت هنا عندك طريقتين تقدري تستعمليها كغرزة حشو زي ما انتم شايفين، او تقدري ايضا تديريها زي ما انا درت، اخذت بس الابرة ومشيت عليها على طول زي ما هنا. ايضا مثلا هذه الوردة وهذا اخر خيط فاضل منها، ادخل الابرة وامشيها، امشي بس عليها. يعني نوريكم هذا ايضا كتوضيح. اوكي، زي ما انتم شايفين انا هنا هذا خيطي وانا هنا درت غرزة الحشو. فرضا اذا كانت الغرزة مش موجودة، انت بس تاخدي الورود بتاعك وتحطيهم الاثنين على وجه بعض وتمشي الخيط. ربطة اولى، ثانية، وتدخلي مثلا الثالثة. بس كإيش تثبيت للخيط وتنظفي. كملي بهذه الطريقة، يعني شيء بسيط. انت بس عليك انك انت تديري الاسورة والورود وبعدين تركبيهم مع بعض زي ما انت تحبي. يعني ممكن تركبيهم بخرز، اي شيء زي ما انت حابة. اتمنى انكم انتم تكونوا استمتعتوا بالمقطع واستفدتوا. اوكي، هذا هو زي ما انتم شايفين الزينة للايد. تقدري تستعمليها هنا في اصبعك وتربطيها ويكون الايدين الاثنين نفس الشيء. اوكي، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالمقطع واستفدتوا. اذا عجبك الفيديو لا تنسي لايك وسبسكرايب للقناة وفولو حسابي بالانستغرام. وفي الختام اذكروا الله يذكركم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.